هيدي فاصوليا بيضة يابسة نقعها قبل بيوم. منحط بالنقع شوية بيكربونات وتاني يوم منغسلها من البيكربونات ونسلقها. نسلق الفاصوليا من دون ملح. منشيل الرغوة البيضة على الوجه ومنخليها تستوي. بس نشوف حبة خلص طريت منطفي. تقريبا بتاخد سلق 40 دقيقة. بصل، لحمة غنم من دون عضل، حطيت على اللحمة مطيبات، اللحمة قليتها نص ساعة، شوفوا مقطبة وقت تقلوا اللحمة بهالطريقة وبعدين تسلقوها. ملح بعد ما تستوي. ثوم، كزبرة خضراء، رح شيل شوي من التقلية ضيفها بالآخر، لحم المسلوقة، سبع بهارات أو بهارات مشكلة، معجون بندورة، بنقلل المعجون 5 دقايق، بندورة مهروسة مع شوية مي، بغطي على نار هادية 10 دقايق. هلا رح أضيف مرقة اللحمة الفاصوليا سلقتها تقريبا 40 دقيقة بعد لها شوي لتستوي، تكفي استواءها مع المرق. رح أضيف الفاصوليا، نغليها تقريبا 20 دقيقة وبعدين بحط باقي التقلية. رح أضيف الكزبرة والثوم، شلته من الأول ومنطفي بعد 5 دقايق. الرز المنقوع نقلي الرز تقريبا دقيقتين مع البشعيرية، نضيف المي المغلية، عطول بحط مي مغلية على الرز مش بارد، مستوى المي على الرز لهون، هي عقدة اصبع تقريبا لهون هالقد يعني ارتفاع المي على الرز، خليه يغلي لينشف وجهه بعدين بنخفف بنغطي على نار هادي تقريبا 20 دقيقة أو أقل، نفتح الغطاء بنقلب الوجه لأنه بيكون قاسي مش واصل له المي، نرجع بنغطي 5 دقايق. هلا بنغطي على نار هادي، هلا بنقلب الوجه بنرجع بنغطي 5 دقايق.